اهلا بيكم. لما اجي اكلمكم عن تكيس الموبايل اكيد هتستوعبوا ان الموضوع مهم جدا. 25% تقريبا من البالغات عندهم تكيس موبايل، 50% من الستات اللي عندها تاخر انجاب عندهم تكيس موبايل. يعني لو دخل 10 لمكان بيتعامل مع تاخر الانجاب هنلاقي ان 5 منهم عندهم تكيس موبايل، فالموضوع منتشر جدا. طيب ده الجزء الاول في كلامنا. تكيس الموبايل هنفهمه النهارده بالتفصيل، لكن له علاقه وثيقه بمرض السكر. في دراسات كثيره جدا وهو اكيد واحده من ضمن بنوده الاساسيه انسولين ريزيستنس، مقاومه الانسولين. انسولين ما بيشتغلش على مستقبلاته بشكل جيد، وبالتالي اللي عندهم تكيس موبايل اكثر عرضه، نعم اكثر عرضه للاصابه بالسكر. وفي دراسه ثانيه قالت ان متلازمه تكيس الموبايل تجعل المصابات بها او الذين، مش هنقول مصابات، يعني اللي عندهم هذه المتلازمه اكثر عرضه للقلق والتوتر العصبي. فاحنا بنتكلم على تركيبه كده، هي ست او بنت غالبا بين قوسين وزنها زياده، ممكن تكون معرضه للسكر، عندها مشاكل معينه في القدره الانجابيه رغم وجود وفره من البويضات بشكل كبير، لكن هذه البويضات عليها علامه استفهام، واكثر عرضه للسكر واكثر عرضه للقلق. فالقلق ده يخليها مركزه معانا جدا عشان تفهم النهارده الحوار عامل ازاي مع ضيفي العزيز، قيمه علميه كبيره واسم لامع في عالم تاخر الانجاب، واحد من الاسماء الرائده في هذا المجال، الاستاذ الدكتور علاء زكي، استشاري الحقل المجهري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب ومعالجه تاخر الانجاب، المدير المستشفيات الابتسامه وهي احدى فروع مراكز دار الطب، زميل الكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد اللندنيه، وعضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه وتاخر الانجاب، وعضو الجمعيه المصريه للخصوبه وتاخر الانجاب. اهلا بيك يا دكتور علاء. اهلا بيك يا فندم. الموضوع مهم جدا وخصوصا ارتباطه كمان بالقلق، ارتباطه بالسكر، ارتباطه بتأخر الإنجاب. هو تكيس المبيض الأول ما معنى؟ تكيس المبيض هو عبارة عن خلل هرموني بينتج عنه عدم انتظام في التبويض وزيادة في هرمونات الذكورة في الدم، وبيبقى معاه مشاكل تانية كتير ممكن يأثر عليها على المدى الطويل. الموضوع مش قاصر بس على تأخر الإنجاب أو عدم القدرة على حدوث الحمل، لكن له مشاكل في الحمل نفسه وفي مشاكل بعيدة المدى على المدى الطويل. لازم كل سيدة عندها تكيس مبيض تكون يعني عندها الوعي الكافي بحجم المشكلة عشان تعرف تتكيف وتعيش معها بصورة سليمة. يعني المتلازمة دايما يعني مجموعة من الأعراض أو مجموعة من إيه اللي حاصل في الست نفسها؟ حصل توافق بين الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم والجمعية الأوروبية على تشخيص تكيس المبيض بوجود 2 من 3 حاجات. أول حاجة أن يكون عندها عدم انتظام في التبويض، يعني الدورة بتجيلها كل 2 3 شهور، أو في بعض الناس ما بيجيلهمش دورة على الإطلاق. الموضوع ده بيحصل من سن البلوغ لحد سن انقطاع الدورة اللي هو سن اليأس، يعني بيحصل في سنين الإنجاب. يعني الحاجة الثانية بيكون في زيادة في هرمونات الذكورة، سواء كان في مستوى الدم لو عملنا تحليل أو في الآثار اللي ممكن نلاقيها كانعكاس لزيادة هرمون الذكورة في الدم في الجلد وفي البشرة وفي الوزن. بالسونار ممكن نلاقي المبيض بيكون حجمه أكتر من 10 سنتيمتر مكعب، ووجود أكتر من 12 بويضة أو 12 فوليكل من 2 ل 9 ملي في كل مبيض، بيكونوا أرينجت على البريفري أو على حواف المبيض، عاملين زي عقد اللولي كده اللي احنا شايفينه. ده السونار بيورينا تكيس المبيض. وجود 2 من 3 من الاسباب من الحاجات ديت بيشخص تكيس المبيض. ايه الاسباب؟ الاسباب هي غير معلومه، ولكن بعض بيرجعها الى وجود اسباب وراثيه، وده لانه بيكون في فاميليز، يعني بيكون السيده المصابه بالتكيس المبيض بيكون عندها والدتها او اختها او خالتها عندها نفس المشكله. ولكن العوامل البيئيه زي زياده الوزن او عدم ممارسه الرياضه بتؤدي الى ظهوره. يعني في بنجد ان السيده ممكن تبدا تدخل في سن البلوغ وتبقى الدوره بتاعتها منتظمه، لكن مع زياده الوزن ليتر اون ان لايف، يعني او في مرحله من مراحل العمر، هنلاقي ان الاعراض دي بدات تظهر بصوره اشد. البعض بيرجع ان زياده الوزن الكبيره اللي بتحصل عند سن البلوغ ممكن تكون مؤشر لتكيس المبيض فيما بعد. أقرب شوية من الأعراض، يعني نقرب من شكوى الست.
السيده بتوصل دايما بتشتكي من عدم انتظام الدوره بتاعتها، وده نتيجه عدم انتظام التبويض. فبنلاقي ان الدوره المفروض انها بتحصل من 21 ل 35 يوم طول فتره الدوره. هنجد ان الست اللي بيجي لها دوره فوق 35 يوم، يعني مسميها دوره قليله، فبيجي لها دورات اقل من 9 مرات في السنه. بعض الناس بيجي لها دوره كل شهرين 3، بعض الناس ما بيجيلهمش دوره على الاطلاق. بتيجي بتشتكي من تاثير زياده هرمون الذكوره، ده قد يكون على الجلد، تلاقي بشره دهنيه او ظهور حب شباب عنيف في مرحله مبكره، او سقوط شعر الراس اللي هو يحصل بيسموه فرونتال بولدنس، او ظهور تشعر، وده بيحصل في 7 من 10 حوالي 10% من السيدات. بنجد ان في ظهور شعر في اماكن نمو عند الرجال زي اللحيه والشارب والصدر والظهر، بيكون عندهم سمنه. السمنه بتوجد في حوالي 50% من السيدات اللي بيعانوا من تكيس المبيض، وبتكون لها شكل معين ان هو بيبقى فيه زياده اكتر في منطقه الويست او منطقه الوسط يعني، وده نتيجه زياده هرمون الذكوره وزياده هرمون الانسولين، يعني وده نتيجه لان هم بيبقى عندهم مقاومه للانسولين اصلا، يعني الانسولين اللي هو بيفرز من البنكرياس لهضم السكر الجسم ما بيعرفش يتعرف عليه، وبالتالي بيزيد السكر في الدم ويؤدي الى زياده الانسولين، الانسولين بيزود هرمون الذكوره من المبيض، وبنخش في فيشيا سيركل. الوزن الاول اللي زود عمل انسولين ريزيستنس، ولا الانسولين ريزيستنس هو اللي عمل زياده في الوزن، وخاصه ان الانسولين هرمون بناء، فبيبقى عندهم برضو مشكله في الوزن. ومش بس ان هي ممكن ما تكونش بتاكل كتير او يعني محافظه على اكلها، لكن بتلاقي ان زياده الوزن بتبقى صعب جدا التحكم فيها او صعب انزال الوزن يعني. ده برضو اللي احنا قلناه ده كله كاعراض او كاشكال ممكن يتلخبط معايا، فعشان كده هرجع ااكد تاني التشخيص، يعني ازاي نكونفيرم ان دي بالفعل بوليسيستيك اوفري او تكيس مبايض، مش زياده وزن او مش هيرشوتزم يعني فاميليال مثلا او شيء من هذا القبيل. التشخيص بيتم بين التاريخ المرضي للسيده ان هي بتشتكي من تاخر الدوره او عدم انتظام الدوره، بنعمل سونار بنلاقي الشكل اللي احنا شفناه في الصوره، كبر حجم المبايض وزياده عدد الفوليكلز فيه او الجريبات اللي موجوده فيه اكتر من 12 في المبيض الواحد، حجمه من 2.9 مللي. بناخد عينه من الدم ونفحص فيها هرمونات الذكوره، هنلاقي فيه زياده في هرمون التستوستيرون وده هرمون ذكوري بيطلع من المبيضين. لو في زياده شديده في هرمون الذكوره لازم نبحث عن اسباب تانية قد تكون سبب لهرمون الذكوره، واللي قد تكون اخطر من تكاثر المبيض زي كوشنج سندروم اللي هي الامراض اللي بتيجي في الغده الكظريه او الغده الجركلويه يعني. في بقى حاجات اللي هي بقى انه في ورم مثلا بيطلع هرمون ذكوره طبعا مثلا، او في نشاط خلوي بيطلع هرمون ذكوره من الغده الكظريه، الغده الكظريه بتفرز هرمون ذكوره في الراجل والست. اهمهم هو 17 الفا هيدروكسيليز ديفيشنسي، ده اللي هو بيسميه كونجنت ادرينال هايبربليزيا، يعني يحصل زياده نشاط في الغده الكظريه نتيجه نقص انزيم معين، او الكوشنج ديزيز. الكوشنج اللي هي متلازمه زياده الكورتيزون مع الاندروجين بيزيد برضه. تمام. والكورتيزون نفسه فيه صفات الاندروجين. تمام. فيه صفات هرمون الذكوره. في السيدات دول المفروض نعمل الانسولين الصايم، تحليل الانسولين الصايم والسكر الصايم عشان نشوف هل في ممانعه للانسولين ولا لا. بنعمل وات از كولد هما تيست عشان نشوف هل في فعلا ريزيستنس للانسولين ولا لا. هروح بقى للعلاقه ما بين التكيس وتاخر الانجاب. ونسبه كبيره من اللي عندهم تكيس عندهم تاخر انجاب فعلا. تمام. هو الجميل ان التكيس المبيض لا يسبب العقم ولكن يسبب تاخر الحمل، وده لان عدم انتظام التبويض طبعا بينتج عنه عدم حدوث التقاء في فتره التبويض مع الحيوان المنوي، وبالتالي بيحصل تاخر في الحمل. الجميل ان السيدات دول اللي بيفقدوا الوزن او بيقدروا يتحكموا في الوزن بيحصل ريسامشن او بيحصل عوده للتبويض بصوره منتظمه وعليه. فالسيدات اللي عندهم تكيس المبيض اول خطوه في خطوات العلاج اللي هو المحافظه على الوزن الجسم الطبيعي، ان هذا تكون كتله الجسم من 19 ل 25 كيلو جرام لكل متر مربع من مساحه الجسم، ده هيؤدي الى انتظام التبويض. في بعضهم بيحتاج الى منشطات زي مضادات الاستروجين، وديت بنديها لفتره محدده في اول الدوره، ويتم متابعه التبويض بالسونار
ويتم الجماع في وقت خروج البويضات، او في الحالات اللي هي ما تستجيبش لكده ممكن نرجع لتثقيب المبيضين. وتثقيب المبيضين وان كان تدخل جراحي، لكن وجد ان هو بيقلل هرمون الانسولين، بيقلل هرمونات الذكوره، بيساعد على انتظام التبويض بس لفتره من 6 الى 12 شهر فقط لا غير. في بعض الحالات قد بنرجع للحقن المجهري كحل اخير وعلاج فعال جدا لتاخر الحمل في حالات التكيس المبيض، ونسب نجاحهم عاليه جدا. يعني الاثار الصحيه المترتبه على التكيس المبيض، مريض التكيس المبيض مش مريضه تذهب فقط الى دكتور النساء والتوليد، تذهب ايضا لتخصصات اخرى. تمام. زيادة هرمون الذكورة زي ما قلت بيؤدي إلى مشاكل التشعر عند السيدة، تلاقي في ظهور شعر في منطقة الوجه والصدر، وده بيؤدي إلى يعني انعكاسه على السيدة، بيخليها متوترة، عندها نوع من أنواع الاكتئاب، ممكن يبقى في مشاكل زي مشاكل اللي هي تبقى منعزله عن الناس او والقلق. حتى اللي انا قلته في الدراسه انهم اكثر عرضه للقلق. طبعا. وده كمان بيعكس على عنده اضطرابات في النوم كمان بعد كده. فاول حاجه ان هي لازم تحافظ على وزنها الطبيعي. يعني الحاجه الثانيه ممكن تذهب تشعر، ممكن يكون في حب شباب زايد قوي في الجسم، البشره الدهنيه، زياده الوزن، ممكن يبقى في صعوبه كمان في انقاص الوزن، عندهم الانسولين ريزيستنس، وده بيحطهم خاصه اذا كان مع زياده الوزن وتاريخ مرض السكر في العائله ان هو يكون عرضه اكتر للسكر. وجد ان حوالي 40% من السيدات دول بيجي لهم سكر بعد سن 40 سنه، بيبقى في خلل في دهون الدم، هنلاقي ان في زياده في الدهون الثلاثيه، زياده في الدهون الضاره زي ال LDL، ومع نقص في ال HDL، وده بيحطهم عند مع ريسك اللي هو يجي لهم ضغط عالي او يجي لهم امراض في القلب زي الزبحه الصدريه وتصلب الشرايين وكده. الدهون نوعين، في نوع ضار اللي هو منخفض الكثافه ال LDL، وفي نوع نافع ومفيد اللي هو عالي الكثافه اللي هو ال HDL. فهنلاقي ان الستات دول عندهم الضار اعلى والنافع واطي. تمام. قليل. في كمان من المشاكل طويله المدى اللي هي ممكن تحصل ان هو عدم حدوث التبويض، ده بيخلي بطنه الرحم معرضه لهرمون الاستروجين لفترات طويله، وده ممكن ينتج عنه ان على المدى الطويل ان هو يجي لها اورام في الرحم او بطنه الرحم، يعني اورام سرطانيه. وبالتالي في السيده اللي بتعاني من انقطاع الدوره على الاقل يجي لها دوره كل شهرين او ثلاثه باستخدام علاج يجيب الدورة بجرعات محددة والفترة محددة، على الأقل يجي لها الدورة كل شهرين أو ثلاثة عشان نتجنب تأثير الهرمون الأنوثة الأستروجين الممتد والمستمر على بطنة الرحم. تمام. عشان ده خطر ان بطنة الرحم تبقى متعرضة على طول لهرمون الأستروجين، لازم اديها بروجسترون. لازم اديها بروجسترون بجرعة عالية ولفترة لا تقل عن 14 يوم. عشان احدث دورة حتى اللي هي تبقى بروتكشن، يعني بروتكشن كحماية. كحماية. الجملة الأخيرة التي تود أن تقولها لكل المرضى اللي عندهم تكيس مبيض. التكيس المبيض هو مش حالة طارئة بتيجي وتروح، يعني لكن هو عبارة عن حالة مزمنة على السيدة اللي هي بتعاني من تكيس المبيض، إنها تحاول تتكيف معاها. الأكل الصحي وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن في المعدل الطبيعي، ده من أهم الأسباب أو من أهم الميجرز اللي هي لازم تاخد بيها عشان تحافظ على صحتها. الناس اللي الاكثر عرضه للاصابه بالسكر اللي عندهم انسولين ريزيستنس، الناس اللي عندهم دهون الدم غير ضاره اكتر، يعني الناس اللي عندها دوره ما بتجيش لازم على الاقل تكون بتعمل منحنى سكر كل سنه، لازم نتابع الضغط ونتابع دهون الدم وبتاخد علاج عشان تقلل الدهون الضاره وتتجنب الدهون والاكل الدهني والجانك فود والاكل السريع. ممارسة الرياضة مهمة جدا، لازم تحافظ ان هي يجي لها دورة على الاقل مرة كل شهرين او اكتر، كل شهرين او ثلاثة، يعني عشان تتجنب التأثير الضار لهرمون الاستروجين على بطنة الرحم. الست لازم تتعامل او البنت لازم تتعامل الاسرة مع تكيس المبايض على انه مجموعة من الضغوط على البنت، من الاعراض، من الاختلالات، كل الضغوط دي لازم نتعامل معها بقوه وباصرار وبعزيمه لانها تمتد. الوزن الزايد لازم نقلله، الشعر الموجود ده لازم
نحترم نفسية البنت ونحترم ضغط العصبي. البنت تبقى حزينة جدا وممكن تصل عندها المشكلة لمراحل متقدمة من الضغوط العصبية لوجود شعر في جسمها في أماكن غير مرغوبة، بالإضافة إلى الوزن الزايد، بالإضافة إلى أنه الحالة نفسها بتحدث قلق. وطبعا الكلام بتاعنا معناه أن احنا بنتكلم على زي بنقول مجموعة من التغيرات مزمنة معاها لازم تتعامل معها على مدار عمرها، وحوش متربصة بيها باستمرار تريد الفتك بصحتها من ناحية الضغط، من ناحية السكر، من ناحية تصلب الشرايين، من ناحية الوزن العالي بكل مشاكل الوزن اللي احنا عارفينها. كل ده موجود مع الوقت، فلازم كل ده يكون التعامل معاه بحالة من التنبه الشديد، مش منها بس، منها ومن الأسرة. نورت الدكتور علي. أهلا بيك يا فندم. يعني نورت لنا حتت مهمة جدا، قلنا كلام النهاردة ربما أول مرة نطرحه بشكل تفصيلي عن واحد من أشهر الأمراض، وللأسف مظلوم إعلاميا ومظلوم اجتماعيا، لأنه كتير من الناس عندها إما تجاهل له وتعامل معه على أنه حاجة هايفة وده غلط، أو هلع منه وتعامل معه على أنه مرض مالجنت وده خطر برضه وغلط جدا. التعامل معه في حدوده بالطريقة العلمية طبقا للتعليمات الطبية هو الطريق السليم. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور علاء زكي، استشاري الحقل المجاري وأطفال الأنابيب متأخر الإنجاب، المدير لمستشفى الابتسامة إحدى فروع مراكز دار الطب، وزميل الكلية الملكية للنساء والتوليد اللندنية، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب والجمعية المصرية للخصوبة وتأخر الإنجاب. نورت يا فندم. أهلا بيك يا فندم. كالعادة مبدع. أهلا بيك. خليكم دايما مع الدكتور.